فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هل يجوز نسبة النفس إلى الله تعالى أخذا من هذه الآية؟ نعم نعم، يجوز هذا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تثبت النفس لله سبحانه وتعالى لكنها ليست مثل نفس المخلوق. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.